كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة بوفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فاليري جوسكار دستان وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في البرقية عن بالغ تعزيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق مشيدا سموه بدور الرئيس الراحل وجهوده في تعزيز علاقات الصداقه والتعاون الوثيقه التي تجمع مملكه البحرين والجمهوريه الفرنسيه في مختلف المجالات راجيا لاسرته وذويه جميل الصبر والسلوان